الشرقية على سفر وسيع. سفر وسيع. يعلن مركز أطلس للتدريب والتطوير عن بدء التسجيل في كورسات اللغة الإنجليزية بجميع مستوياتها. كما يعلن المركز عن تواجد أخصائية لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات خلال 7 مستويات. كما يعلن المركز عن توفر تقويات منهجية في جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى وجود أساتذة متخصصين في دورات خاصة لتقوية طلبة الطب والهندسة. ويعلن المركز عن تواجد الأستاذ سراج الجيعة للقيام بإعطاء دورات لطلبة كلية الهندسة في البرامج التالية: دورات هندسية إدارية حاسب آلي، بريمافيرا بي 6، برنامج التصحيح والتحليل الإنشائي.